يقول: ما حكم تحويل المبالغ المالية من بلد الى اخر عن طريق شخص وليس عن طريق البنك وبدون اوراق تثبت استلام الشخص لهذا المبلغ، مع العلم ان هذا الشخص رجل موثوق فيه ان شاء الله، وكذلك يوجد من يستلم هذا المبلغ في البلد الاخر؟ لا بأس بذلك، اذا وثقت به واعطيته مالك يوصله لاولادك او لبلدك. الله جل وعلا يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم.